اخوان انا في شاطئ مدينه ساله، وهنايا غادي تنظم اكبر مسابقه ديال لي باريستا في المغرب. هاي هاي غنشوفوا الاجواء كيف. ليه حضر السبعة؟ سمير أيتموزو، زكريا. زكريا هو معنا ابن مدينتي وصديق الطفولة. سي زكريا جاهد الله عمره دار الناس ديال الدومين. نتمنوا له التوفيق ان شاء الله في هذه المسابقة. المتبرع ديالو صديق ديالنا سي أنس السولي الزهوي، متبرعين بزوج من سلا. سليم شكرا لك. شقا شحال على الشمال ديالك؟ سي زكريا في انتظار متباري. سي انس كوم يجي كوم بريزيسيون سي فو بلي. غادي واحد يدير لي سلاوي 100%. عسولي وزكريا. برافو العسولي. سي زكريا في هذا الاثناء يدخل للرينك. سي زكريا موجود الحليب. سي زكريا موجود الحليب. خذ كامل وخصك سي زكريا تحضير كابوتشينو ارت اسانك. أجواء باردة ورياح قوية. مما ذلك لي باريستا اللي عندنا بروفيسيونيل من ضمنهم سي زكريا تبارك الله في هذا الأثناء غيخدمنا الكابوتشينو أسانك. رحموا معنا بحرارة عافاكم. إذا مرة أخرى كنحيي كل الجمهور الحاضر في هذه اللحظات. غادي يكون توزيع رئيس القسم الاجتماعي والرياضي بجماعة سلا. فهذا زوينة. شوف قد حالة زين صلى اللي قدمنا. مختار خدم شوف عليك كل شيء ملي كل شيء ملي. الشهادة والجائزة. جائزة الروال لممثل مدينة سلا وممثل مقهى أزوريت. شوي عليك يا زكريا ما تزربش. مختار المختار زكريا يفوز بتوقيت 2:51. للإشارة فالتوقيت بالنسبة للرواد هو تحدي للموسم القادم بتحقيق أرقام قياسية في مجال كيف نتمنى. المسابقة تبارك الله زوينة، الدراري موجودين، كاين جمهور، كاين نشاط لومبيونس، وزيد على هذا الشيء هذا أول مسابقة كتكون في الهواء الطلق بحال هكا. زعما راه الصراحة راه واعرة، شي حاجة واعرة بزاف. كاين الجمهور، الناس مبحرين. يا سلام يا سلام يا سلام. والله الا الصراحه اي واحد كنتمنى زعما انه يكون حاضر في هذه المسابقه هذه، حيتاش فريمون كاين التشويق، كاين الخدمه، كاين لي باريستا تبارك الله مجهدين. سي زامي المسابقه مازال مستمره الحمد لله، دوزت الدور الثالث. دابا تقريبا بقاو 6 ديال المشاركين، 6 المشاركين اللي منهم انا بطبيعه الحال. ثلاثة منهم غادي يدوزو الفينال. انتوما اخوتي انتوما راه ما عنديش بوسيبيليتي باش نصور لكم مزيان، ولكن راه المهم كنحاول ما امكن ندوز لكم ولو غير شويه من داكشي اللي كاين. سي زكريا الاستعداد ان شاء الله رزيطة 13 توفيق ان شاء الله اخو زكريا. شويه
شكرا لك سي مصطفى امخايم، شكرا لك على هذا المجال اللي جيتي عندنا وكبرتي بينا وكبرتي بهذا الشباب. شكرا بزاف حارة عليهم الشباب. نظامي المسابقة وصلت للنهاية ديالها، ها هي على سيستاسيون، ها هي خديت المرتبة الثالثة، الميدالية تاع هي، ها هي الميدالية المرتبة الثالثة. المهم كان داكشي ناضي، تنظيم ناضي، المسابقة واعرة، داكشي يا سلام، وكان شرف كبير ليا انني نشارك في هذه المسابقة هذه. تهلاو ليا فراسكم، السلام عليكم.